سلطه الكبده عشان اسيب لسان العصفور يستوي براحته. سلطه الكبده ربع كيلو من الكبده العصافير متقطعه صغير خالص، واي فتافيت كبده عندكم تنفع حتى لو بواقي. كوبايه من لسان العصفور متحمر، 6 فصوص ثوم مفروم، وربع كوبايه من البقدونس المفروم، كوبايتين من الطماطم المقشره والمفرومه، ومعلقه كبيره من الصلصه، اسفه معلقتين كبار من الصلصه، مرقه لحمه وزيت نباتي، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من الكباب الصيني، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكمون، ورشه حبهان، ورشه جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا نبدا بقى ايه نعمل سلطه الكبده العظيمه من احلى هي اسمها سلطه كبده بس هي اكله سخنه، يعني اسمها سلطه كبده يمكن عشان بتلم فتافيت وبواقي وكده، فبتبقى لذيذه جدا جدا، بحبها قوي. هحط زيت في الوك، ومع الزيت ممكن سمنه على فكره مش لازم زيت، مع الزيت انا هحط الثوم من دلوقتي. هجيب بس ايه سباتشولا وابدا استعد. انا محمره لسان العصفور، حمروه بقى، حمصوه، بس هو طبعا احلى في التحمير. لو انتوا بتشتغلوا دلوقتي اهو ممكن تحمروه الاول وبعد كده تكملوا، مفيش مشكله خالص. تقليبه وهستنى كده لما اسمع صوت التوم بدا ايه يتحمر. قبل ما التوم يتحمر لا ما بعملش حاجه، انا عايزه احط ووك تانيه على النار عشان اعمل فيها الكبده، عايزاها تسخن كويس جدا. الطاسه اللي بنعمل فيها كبده دايما محتاجين ان هي تكون سخنه جدا عشان الكبده لازم تنزل في طاسه سخنه تقفل مسامها، تلم العصاره بتاعتها جواها، يا اما بتزفر وبتنشف وبتفتل وما بتبقاش احلى حاجه خالص. تعالوا نقول مقادير الكبده اللي هنعملها كمان عشان بالمره نشتغل الاثنين مع بعض. كبده بسيطه خالص خالص ما فيش فيها اي افتكاسات. عندنا نص كيلو كبده عصافيري، عندنا كوبايه من الفلفل الرومي المفروم، واثنين فلفل احمر حار شرائح، ممكن طبعا تستبعدوهم او تقللوهم براحتكم لو انتم بتحبوش الحامي، وحاطين كمان فلفل اخضر حامي، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ونص كوبايه من عصير الليمون، زيت نباتي، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقتين كبار من الكمون او اقل، ممكن تكونوا ما بتحبوش طعم الكمون ظاهر قوي فتقلوا عن كده، وملح وفلفل اسود. وبرده نفس الكلام الطاسه بتاعتها لازم تبقى سخنه جدا. الثوم هنا بدا يقول اهو، سمعاله حس، انا سمعاله ايه صوت التشويح بدا يظهر، فده كده بدايه معرفتي ان الطاسه دي بدات تسخن كفايه ان انا انزل فيها الكبده. هنا برده هحط زيت وهستنى برده الطاسه تسخن كفايه عشان انزل فيها الكبده، ولازم تسخن جدا. الثوم بيتشوح لسلطه الكبده، وانا مش محتاجاه يغير لون ولا اي حاجه، انا محتاجاه بس ياخد تشويحه بسيطه جدا، وبعد كده هقوم منزله عليه ايه الكبده. الكبده يا جماعه الحوار الجدل يعني اللي اتكلمنا فيه مليون مره، ما بتتغسلش ما بتتغسلش ما بتتغسلش ما بتتغسلش، ولما بنغسلها بنبوظ فيها حاجات كتيره جدا، قوامها وطعمها وفايدتها وتفاصيل كتيره قوي بتبوظ مع غسيل الكبده، فالكبده ما بنغسلهاش وده اللي بيديها احلى طعم. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هلم التوابل كلها كده هجيبها جنبي لسلطه الكبده، وعلى فكره ينفع 7 بهارات وتخلصوا بقى تختصروا التوابل مش هيجرى حاجه خالص. انا عايزه سلطه الكبده تبقى متبله ومبهره، ده اللي بيديها احلى طعم وبيخليها تحفه. بصوا الكبده يا جماعه من كتر ما هي طازه وطريه بتتقطع بالسباتشولا اصلا، يعني لقيت حته كبيره قطعتها بالسباتشولا عادي. يلا بينا هحط التوابل، البابريكا، الكزبره، الحبهان، وطبعا نجم كده مع الكبده هو الكمون. هحط كمان رشه ملح ورشة فلفل اسود ورشة جوز الطيب، هقلب كل ده مع بعضه وهنزل عليهم حالا دلوقتي لسان العصفور.
وادي الكبده كده مع التوابل مع لسان العصفور، هقلب كله مع بعض. وانا اي حته كبده كبيره بتقابلني بقابلها بقطعها. وطبعا عادي لو اتسابت كبيره مش نهايه العالم، هي سلطه الكبده، هي من اسمها هي سلطه اصلا، كله متلخبط على بعضه. هاخد الطماطم وهاخد الصلصه، هنزل الصلصه دلوقتي تاخد تشويحتها. مش سامع حاجه ايه؟ ينفع طبعا. نور بتقولي هي ينفع السلطه دي تتعمل ببواقي الكبده؟ طبعا لو في بواقي، عارفه الكبده بيبقى فيه في الطاسه كده شويه دهون او عصاره وفيها فتافيت كبده، هي اصلا المطاعم بيعملوها بيها، لكن احنا في البيت عشان احنا بنعملها يعني ايه من الاول، فما بتبقاش يعني كده، بنعملها بحتت كبد صغيره بس. طبعا هي ينفع جدا تتعمل بكده. هنشوح الكبده مع الصلصه مع انا في ايه حتت كبده كبيره مش عاجباني عايزه اقصقصها. هعمل بقى ايه؟ اوريكم الحركه دي. شوكه ومقص. دي عصافير يا نور؟ ده ايه ده مش عص، ده غراب مش عصفور، غربان بالظبط زي ما انتوا بتقولوا. خلونا نقلب تاني. هي حلاوتها تبقى طبعا قطع صغيرة كده وكل حاجة تبقى دايبة مع بعضيها. الصلصة اتقلبت وانا بقلب كده اطمن ان كله متقطع صغير، ان هي حلاوتها في كده بصراحة. يلا بينا. الزيت ده سخن قوي فانا هشيله من على النار. وهاجي هنا بعد ما ضفت الصلصة واتشوحت هحط الطماطم، مع الطماطم هحط الخضرة ومجهزة جنبي المرقة. تقليبة ونخلي الطماطم تاخد تشويحة برضو. وبعد كده هنضيف ايه؟ المرقة. يلا بينا هنضيف المرقة ونسيب لسان العصفور يستوي مع الكبدة مع الصلصة مع الطماطم مع كل حاجة، وهيعملوا لنا أكلة ما تتفوتش، دي من أكلاتي المفضلة. سخنت الزيت كويس قوي قوي، هعمل إيه دلوقتي؟ حاجة أنزل التوم ووراه على طول الكبدة. معاهم على طول الفلفل الحامي. اخلص بس ثواني. والبهارات ادي الفلفل الاحمر وادي الاخضر، وطبعا ليكم مطلق الحريه تخلوها بارده، لكن يعني جرت العاده ان هي بتتاكل مشطشطه. وهحط لها الفلفل كمان كله يتشوح مع بعضه كده، الكزبره الكمون، ويلا بينا ملح وفلفل اسود. هسيب الكبده على النار تتشوي. شويه كبده بصوا هي تتحملوا، بس هي حاميه قد ايه، بس فظيعه طعمها مظبوط ظابطه رهيبه يا جماعه. انا ما سبتهاش على النار كتير طبعا عشان تفضل طريه كده وجميله ما تنشفش مننا، ولكن اللي يتحمل الحامي بقى، يعني لو انا عاملاها في البيت طبعا هشيل الحامي، مش هقدر استحمله لانه حامي جدا عليا. فدقتها كده في الفاصل شعوطتني، بس جميله 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 ومظبوطه قوي.
سلطه لسان العصفور انا وطيت عليها النار خالص وجبت غطا، غطيت كمان علشان اضمن ان لسان العصفور يستوي معايا ويفضل فيه صوص. بصوا بقى المنظر دلوقتي عامل ازاي، لسان العصفور عمال يستوي على مهله خالص على البخار وفي صوص، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. فانا كده هقفل عليه تاني واسيبه يكمل سوى لحد اخر الحلقه على نار هاديه خالص ويستوي وتفضل الصلصه موجوده جواه. تعالوا نبص على لسان العصفور اخباره ايه. احب كده كل شويه اجي برده واديله تقليبه. انا عارفه المنظر ده هيديني طعم ايه، انا عارفه ومجربه. ده كده خلاص على وشك، تعالوا نجرب. كسعت بصوا من الاخر مش عايزه اي حاجه، عايز تتاكل بس. رهيبه. انا هوطي النار على اقل حاجه، خلي البخار يشتغل كده، لكن هي الصراحه زي الفل وعظمه، مش محتاجه اي حاجه. ما حطيتش الليمون على الكبده، ما حطيتوش ليه؟ لان انا هحطها واسيبها شويه فطعم الليمون بيضعف او بيقل، فانا هسيب الليمون. وعند الاكل كل واحد يحط الكميه اللي هو عايزها براحته خالص. دلوقتي اهو على الكبده هديت من الحراره وهضيف لها عصير الليمون واقلبها معاه، عشان لما يجوا ياكلوها اصدقائي وزمايلي هنا يلاقوها كده ايه، حرشه بطعم الليمون، هتبقى جميله جدا بدل ما يقعدوا ايه يعصروا. هقلبها والليمون هينزل طبعا يعمل شويه صوص عظام، هيلم كل الحاجات اللي في الطاسه. بس دايما الليمون للعلم برضو اضافته على البارد بتبقى بطعم احلى. احنا بنضيفه على السخن احيانا في وصفات كتير، بس بيبقى في الاخر وبنشيله من على النار. بصوا الجمال، هي لازم تنزل كده من الطاسه، تنزل دلق ليه؟ علشان هي لازم يبقى فيها شويه صوص، ما ينفعش تبقى ناشفه. لو لقيتوها نشفت منكم وده بيحصل احيانا ولا اي مشكله، زودوا لها شويه مرقه او شويه صلصه عادي جدا. فادي سلطه لسان العصفور، وطبعا ليكوا مطلق الحريه تزودوا الطماطم فيها والصلصه فتبقى حمراء اكتر من كده، بس انا ما بحبهاش حمراء اكتر من كده، بحسها بتقلب على طبيخ يعني.